كل الأراضي هاي ما يقدر أحد يعني يسقي من هذا، لأنه هذا بيموت الأرض. يعني كأنه عم تموت الأرض، أنت لما تسقي الأرض بدها تموت، هيك عم تساوي. والله صار له شي 15 يوم النفط كتير يعني بالنهر صار يجي، وما نقدر نسقي لأنه بيموت الترب. فالموت المحاصيل وما بإنتاج موت الأرض، يعني مثل ما تقول ماسك الأرض بموتها نهائياً، ما صير تنتج. فنوقف نحن ونستنى المطر. وسخ جير نفط جير أسود، يعني مين معقول أن طلع الجير هذا نسقي أرضنا؟ تحترق تحترق، ما يصير ما يصير شغل سقي بيها خالص.